السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب خلونا نستخدم الفايربيز كداتابيز، لأن الفايربيز أيضا عنده ريال تايم داتابيز اللي هو نوع SQL. طيب احنا طبعا في تطبيقنا شو راح نستخدم؟ لاحظوا، بداية احنا نحتاج انه يكون عندنا احنا واجهة، هذه الواجهة يكون بها مجموعة معلومات اقوم بادخالها وبعدين زر احفظ فيها هذه المعلومات ويتم نقلها الى وين؟ الى الفايربيز داتابيز. تمام. طيب اضف الى ذلك انه هذه المعلومات اللي تم خزنها في الداتابيز مفروض استطيع انه احصلها وتظهر على شكل list view. list view في داخلها الريكوردز اللي موجودة، زائدا لما اضغط على احد هذه الريكوردز استطيع عمل update لها، وايضا استطيع عمل delete. تمام. احنا نعرف انه الفايربيز يتبع طريقة جيسون فايل، بمعنى انه كأوبجكت، يعني كل عنصر فيها يكون عبارة عن كي وفاليو، قيمة مفتاح وقيمتها تكون بها. طيب اضف الى ذلك انه احنا لما نخزنها راح نحتاج خزنها بفورماتها معينة، اذا لازم يكون عندنا ايضا كلاس اخر، هذا الكلاس يكون على سبيل المثال شو الموجود بيها، مثلا first name last name والى اخره من امور. تمام. اذا هذا الكلاس ايضا مهم جدا لنا كيف نخزنها بطريقة معينة، لان احنا القيم اللي نضعها هنا على سبيل المثال first name last name age department، هذا قبل أن نرسلها للداتابيز لازم أول شيء نمررها في هذا الكلاس. الكلاس هذا راح يعمل لي أوبجكت في داخله يقول أول شيء لازم first name، ثاني شيء last name، ثالث شيء هو age، رابع شيء هو department، بعدين يقوم برفعها للداتابيز حتى لما نجي نعرضها أيضا يعرضها على شكل الفورمات اللي موجودة في الكوتلين كلاس، وبعدين يجي يعرضها في list view. إذن هذه هي الطريقة اللي راح نتبعها باستخدام الكوتلين، أندرويد ستوديو والفايربيز. تمام. طيب إذن أول شيء إحنا لازم يكون عندنا الأندرويد ستوديو هو مربوط مع الفايربيز. كيف نربطها مع الفايربيز؟ سهل جدا جدا، إنه كل اللي نحتاجه مجرد نجي أيضا على التول فايربيز، نصعد للأعلى. لاحظ كان عندنا authentication أخذناه في الدرس السابق، نضغط على real time database، نقول له save and retrieve data، راح يطلب عندنا connect firebase، نقول له connect firebase، راح يقوم بعملية ربط مع الفايربيز. لاحظ هنا أن ظهر لي أيقونة، هذه الأيقونة اللي أني كنت رابطها في دورة firebase authentication. هنا يقول لي إذا أنت في عندك داتابيز تريد تختاره أو تخلق داتابيز جديدة، راح أخلق داتابيز اسمه My Firebase Database وأجي أقول لك Connect to Firebase، راح يقوم بصناعة هذا البروجكت في داخل Firebase. تمام. راح يصنعه في داخل Firebase. طبعا هذا هو الداتابيز. تمام. بس أكيد إحنا لازم نرجع للفايربيز الأساسي، مفروض إنه هنا يخلق لنا مشروع آخر. طبعاً راح ننتظره، راح يقوم بربط مع الفايربيز، مفروض إنه هذا يختفي ويظهر كلمة connected ويظهر باللون الأخضر. تمام. دلالة على إنه ربط نفسه مع الفايربيز ويقوم بتحميل الفايربيز كونفيجريشن. اذا فايربيز بروجكت كرييتد وكونكتد لوكالي تو ماجول اب، هنا نلاحظ كلمه كونكتد ونلاحظ لون اخضر وعليها اون. بعدين نقوم باضافه الريال تايم داتابيز للابلكيشن، يحتاج انه يضيف هذه الاشياء في البيلد دوت جريدل، نقدر نقول اكسبت تشينج، سننتظر راح يقوم باضافه. نلاحظ هنا عندنا تو بروسيسز رانينج، طبعا هذا مفروض ايضا يختفي ويظهر مثل هذه الحاله connected و on. تمام. dependency set up correctly، اذا احنا جاهزين لاستخدام الفايربيز. لكن خلينا نشوف التايم اذا كان هذا الشيء يسمح. نعم يسمح التايم، بمعنى اخر انا ممكن اتجه راسا الى الواجهه. في الواجهه شو احتاج؟ احتاج مجموعه اشياء احفظها، طبعا يبقى عليك انت تريد تعملها شيء معين. انا راح اعملها لمثلا موظفين،
داتابيز الموظفين. انت ممكن تعملها للطلبة، ممكن تعمل مطعم، اي شيء ممكن تعمله. انا راح اعطيك فقط مثال وانت تقدر بخيالك الواسع تعمل الشيء اللي ترغبه. اخذ اول شيء الفيرست نيم، ثاني شيء لاست نيم على سبيل المثال، ونحتاج الى مثلا العنوان ادريس، ونحتاج الى مثلا الديبارتمنت. اضف الى ذلك احتاج الى البوتون حتى يقوم بعملية حفظ هذه البيانات. احتاج بوتون اخر فكرتها انه اشوف البيانات اللي تم رفعها. طيب اذا هذا راح اربطها مع هذا، وهذا راح اربطها مع الجانب حتى يستطيع عرضها بهذا الشكل في المنتصف. تمام، هذا ايضا وهذا ايضا وهذا ايضا. تمام، كذلك انه هنا البوتون السيف، وايضا البوتون الاخر اللي هو يعرض لنا الداتابيز. تمام، طيب هنا نترك شوية مسافات بينهم. وايضا لا تنسى انه هذا تربطه مع النهاية، هذا ايضا تربطه مع هذا حتى يعرف المسافة بين الجوانب، وهذا ايضا وهذا ايضا. تمام، بعدين تجي تحدد المسافات، هذا لازم يكون هنا، هذا لازم يكون هنا، هذا لازم يكون هنا، هذا لازم يكون في الوسط، وهذا ايضا لازم يكون هنا. تمام، حددنا الجوانب. اذا هذا راح يكون هو الفيرست نيم. يس، طيب اخذ كوبي اجي اضيفه هنا فيرست نيم، اجي هذا لاست نيم، لاست نيم كوبي. يس يس لاست نيم، هذا راح يكون ادريس. اوبس اوبس اوبس، شو الخلبطه. ادريس واي دي ايضا ادريس. يس، هنا هذا راح يكون ديبارتمنت، وهذا ايضا ديبارت. او لا نو كانسل، خلينا نرجع كما كان. ادريس وهذا ادريس. تمام، هذا هذا اوكي ديبارت ديبت او ديبت، خلي يكون اسمه صغير ديبت. ديبارتمنت. تمام، هذا راح يكون سيف، هذا سيف بي تي ان، وهذا يكون داتا بيز بي تي ان داتا بيز. اوكي، خلينا نجي نعمل هنا رن ونشوف في التطبيق كيف راح يظهر عندنا. طبعا راح ياخذ شوي وقت لين تو بروسيس، وهذا اول ما راح نشغله. التايم اذا يساعدنا، نعم دا يساعدنا 9 دقائق. لاحظ فيرست نيم لاست نيم ادريس ديبارتمنت سيف داتابيس، كيف ظهرت بهذا الشكل؟ لانه احنا حددناها من الجوانب، لاحظ من الجوانب ايضا حددناها. جميل جدا، اذا وصلنا الى هذا الشكل. نوقف هنا، نكمل الدرس القادم. لهنا نقول لكم.